صباح الخير عليكم متابعينا اللي بتتابعونا من كل مكان من داخل وخارج البلاد. بطل عليكم، انا عطيات بكري، مدربه في تطوير الذات، متخصصه في وعي الجسد والوعي الانثوي في قناه شاشه البلد او تلفزيون البلد، عن كبسوله من كباسيل، كل حلقه فوق كبسوله معينه او بنتناقش فيها عن مفاهيم معينه بصوره مختصره ومبسطه. كبسوله اليوم او مفهوم اليوم واحد من اهم، ولما اقول اهم وانا فعلا بقصد اهم المفاهيم اللي كلنا في العالم محتاجينها. شغال ما شغال، عندك بزنس ما عندك بزنس، ما بتعمل اي شيء، حتى الانسان اللي بينوم 24 ساعه محتاج للمهاره دي عشان يقدر ينوم وهو واثق من نفسه. فاليوم المهاره بتاعتنا هي مهاره الثقه بالنفس. وطبعا كالعاده كثير من الناس بيواجهوا، او الغالبيه العظمى من البشر بيواجهوا المفهوم المغلوط انه الثقه بالنفس هو صفه انا بتولد بها من وانا طفل. فدي شخص، دي بنت واثقه من نفسها، او دي شخصيه واثقه من نفسها، او انا غير واثقه من نفسي، او انا ما واثقه في نفسي، وده انسان واثق في نفسه او عنده ثقه في النفس وانا ما واثق في نفسي. فبنبدا نصنف نفسنا، انا ما واثق في نفسي، انا ما واثق في نفسي، كانه الحاجه دي احنا اتولدنا بها، في حين انه دي مهاره انا ممكن اتعلمها، دي مهاره او سكيلز انا ممكن انميها، ممكن اطورها، ممكن اوجدها من عدم اصلا اذا انا زيرو الثقه بتاعتي في النفس. فكيف انا اقدر اطور من مهارتي دي او مهاره الثقه بالنفس واقدر اني اكتسبها؟ عشان اقدر اكتسب مهاره الثقه بالنفس هتشارك معاكم اليوم خطوات بسيطه لكن حقيقي عندها تاثير فعال جدا في اننا كيف نكتسب المهاره دي. واول خطوه انك تكون صادق مع نفسك، انك تكون صادق مع نفسك، يعني لازم نكون صادقين مع نفسنا. طيب شو نوع علاقه الصدق بالثقه بالنفس؟ كثير من الناس بيكونوا غير راضيين او غير متقبلين للواقع اللي هم موجودين فيه، وده بيخلق عندهم نوع من انواع الخيال، يعني بيبدا انهم يتخيل واقع ثاني او يرسم واقع ثاني، وطبعا الحقيقه دي غير موجوده، فيبدا انه يشارك الناس الواقع الموجود في خياله وما الواقع اللي هو عايشه في الحقيقه او في الواقع اللي احنا عايشين فيه. يبدا يقول له انا بيتنا في المكان الفلاني، انا ساكن في الحده الفلانيه، انا شغال في الوظيفه الفلانيه. ابدأ تشارك معه حاجة من موجودة في خيالي هي غير حقيقية أصلا عشان أنول انبهاره وأنول رضاه، وهو يبدأ يشوفني أنا زول رهيب. صدقني إذا أنت من الأشخاص اللي بتعمل كده، تأكد تماما إنك مع كل دروباية صغيرة تتعرض لها، مع كل شخص يبدأ إنه يحاول يقلل منك، صدقني الناس اللي بيقلل منك كثيرين جدا وموجودين بكثرة، فأي شخص أو أي موقف يبدأ إنه يأس عليك بصورة بسيطة هتنهار، لأنك الثقة بالنفس دي ما جايبة من جوا، انت ما حقيقي مع نفسك، ما حقيقي مع الناس اللي حوالينك، ما حقيقي في سرد الوقائع الحاصله في حياتك. فاول خطوه انك تكون حقيقي، تكون حقيقي في انك تعبر عن نفسك زي ما انت. انا كده، ده وضعي كده، قد اكون انا ما راضي عن الوضع ده لكن ممكن اغيره لما ابدا اني اتقبله. فدي اول خطوه عشان نقدر نكتسب مهاره الثقه بالنفس. الخطوه الثانيه بعد ما بقينا حقيقيين او بقينا صادقين مع نفسنا، اننا نبدا نعرف نفسنا. طيب الزول الواثق في نفسه مواصفاته شنو؟ هو زول عارف نفسه، عارف هو بيعمل في شنو، عارف امكانياته، واثق من امكانياته وعنده يقين انه الامكانيات دي بتقدر تصنع 1 2 3. فاذا عشان تكون واثق من نفسك لازم تكون عندك المعرفه الكافيه بنفسك. عيوبك شنو؟ لانه كلنا عندنا عيوب، ما في انسان مثالي. شنو المميزات الموجوده عندك؟ شنو المواهب الموجوده عندك ما موجوده في شخص ثاني؟ ممكن تكون موهبتك الطبخ، ممكن تكون موهبتك انك بتركب الخيل، ركوب الخيل، ممكن ركوب الامواج، ممكن انك تقدر البابليك سبيكينج، التحدث العلني، ممكن الرسم، ايا كان. ابدا اكتشف نفسك، ابدا اعرف نفسك، شوف مهاراتك هي عباره عن شنو، عشان انت المهارات دي هي ثروتك الحقيقيه، مهاراتك دي هي السلاح اللي حتقدر تواجه به كل العالم وتقدر توري العالم، حتى لو كان في البنك عندك جنيه واحد. إذا عندك مهارات وبدأت تطور فيها، المهارات دي هي الثروة اللي بتجيب لك باقي القروش. فالمفهوم المغلوط إنه أنا عشان أكون رهيب لازم يكون عندي الحساب البنكي الفلاني وأكون عايش في المكان الفلاني والبلد الفلانية، ده مفهوم مغلوط. أنت اللي بتصنع المال، أنت اللي بتصنع الثروات دي. فأبدأ ركز في نفسك، شنو أنا ممكن أعمل عشان أقدر أجيب المال أو أكون الشخصية الرهيبة دي. فإذا دي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة إنك تبدأ تدخل نفسك في أماكن موجودين فيها الأشخاص الناجحين، وده احنا بنسميها فن النمذجة. يعني وشوف لي نموذج شخصية رهيبة، أو أنا بقول عنها هي شخصية رهيبة، الشخصية دي بتعمل شنو؟ أبدأ السوق، يعني أعمل عملية بتاعت بحث أو أشوف الشخصية دي، أتعلم عنها، أدرسها بالمعنى الحرفي للكلمة، أدرسها
اشوف الشخصيه بتاكل كيف، بتشرب كيف، بتقعد كيف، بتقوم كيف، بتسوي شنو، بتتكلم بأي طريقه، بتنظر الاي كونتاكت بأي طريقه. مهم جدا انك لما تيجي تعمل فن النمذجه تكون عارف كل حاجه عن الشخصيه دي، وتبدا تطبق الحاجات دي في حياتك. اذا الشخصيه دي هي فعلا شخصيه انت شايفها رهيبه وانت عاوز تكون زيها، فابدا تخيل نفسك انت الشخصيه دي. عاوز تقوم هتقوم كيف، هي كان هتقوم كيف الشخصيه دي، عاوز تقعد الشخصيه دي كان هتقعد كيف. الحقيقه انك ممكن تشوف انه هي حاجه بسيطه وفوق نوع من انواع السخافه من شده ما هي بسيطه، لكن بتفرق بصوره كبيره جدا، لانك في البدايه بتتصرف كانك شخص تاني. فكل المعتقدات عن نفسك ان انا شخصيه ضعيفه ومهزوزه وان انا ما بقدر اثق في نفسي ولما يتكلم ببدا اني اتمتم، كل المعتقدات دي هتختفي لانك انت شايف نفسك اصلا شخصيه تانية. شويه 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 التصرفات بتاعت او السلوكيات بتاعت الشخصيه دي هتبدا انها تكون هي عباره عن العادات اليوميه اللي انت بتعملها، التصرفات الطبيعيه بتظهر بصوره طبيعيه في حياتك اليوميه، لحد ما انت بعد شهر شهرين على حسب استجابتك وعلى حسب استعدادك هتلاقي نفسك ان انت شخصيتك بدات تتغير، انت بقيت تشوف الحياه بشكل مختلف تماما. فمهم جدا اذا عاوز تثق في نفسك انك تعمل فن النمذجه، وممكن لاي شخص، يعني مع اي شخص، ما ضروري يكون الشخص ده هو شخصيه مشهوره او شخصيه تكون عامله حاجه معينه في المجتمع او ماخذه جائزه نوبل، ما ضروري، ممكن يكون اخوك الموجود في البيت هو الشخصيه دي، هو الشخصيه الحاسمه، هو الشخصيه اللي بيعرف انه يحسن ويتصرف في المواقف، فابدا قلده. وكل ما الشخص ده كان قريب لك وفي بقى كونتاكت بينك وبينه بصوره مباشره، كل ما كان اسهل انك تقلده، كل ما كان اسهل انك تدرسه، عشان انت شايف الشخصيه دي قدامك على طول. فدي الخطوه الثالثه. اخر خطوه عندنا عشان نقدر نكون واثقين من نفسنا، احنا بعد ما خلاص عرفنا الاشخاص الناجحين ديل، نبدا ندخل نفسنا في بيئات احنا نتحدى فيها مخاوفنا. اي انسان في الدنيا كلنا كبشر عندنا مخاوف معينه. الشخص الناجح، الشخص الواثق، هو اللي بيبدا انه يتحدى المخاوف دي ويتغلب عليها. بمجرد ما تتغلب على اي عقبه من العقبات الموجوده في سلم النجاح حقك الشخصي، تبدا تكتسب طاقه كده غريبه، طاقه من اليقين ان انا قادر. اذا انا قدرت اني اتعدى المرحله دي، انا قادر اعدي المرحله بعدها، وبعد ما تعدي بعدها هتعدي بعدها. فشويه شويه بيبدا يجيك نوع من انواع الطاقه باليقين والايمان انه انا قادر، انا قادر اعمل الحاجه دي. فدي هتكون بالنسبه لك فوق النوع من انواع الثقه بالنفس. الخطوات دي على بساطتها هي جدا 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 فعاله في انها تخلق واقع مختلف تماما في حياتك، وتخليك وتنقلك من شخصيه مهزوزه، شخصيه فوق نوع من انواع الركاكه، لشخصيه واثقه جدا من نفسها. ابدا طبق الخطوات دي واوعدك انها هتفرق بصوره كبيره جدا في حياتك. دي كانت حلقتنا لليوم، ودي كانت الكبسوله بتاعتنا الخفيفه او المبسطه عن مفهوم الثقه بالنفس. تابعونا في حلقات جايه، ولحد ما نتلاقى ابقوا طيبين وابقوا عافيه.